ألف سردة وسردة معي أنا لقمان ديري. هكذا حدثنا الرشد. دعم داعم مدعوم. تخيل يا أبو شريك أنه رح يخلص شهر أيار ونحن هون عايشين بالربيع بأوروبا وأيام بيقلب مزاج الطبيعة وترجع الشتوية يوم يومين ثلاثة مو مشكلة، مو مثل عنا بالوطن أيام ما كان عنا وطن لما بيجي الربيع معناها أنه ودع البرداد. هيا إلى الصيف شهر آذار عنا بتحسوا عم يقلك جهز لي حالك لآب اللهاب، ربيعنا ساعي بريد جهنم الحمراء الموعودة في حزيران وتموز وآب، وما بتخلص عقوبة الشوي والقلي إلا بأيلول. يعني بس يفوت أيلول على الخط بتقول لحالك إيه في أمل وقربت وبتهون، بس بينزعوا عليك متعهدين الرومانس بقى وبيشتغل طق الشعر والأغاني في مدح الخريف لبين ما يجي تشرين الثاني الغالي وبيبلش نوع جديد من أنواع الابتزاز. نعم إنه المازوت، إنه حديث الناس وحديث الصحافة الحرة. بتلاقي الكاتب عم يبدع بقصة المازوت، بيجيب مستندات ووثائق وبيعتمد على مراجع تاريخية، ولما بده يهين بني آدم ويتهمه بالجهل بأحاديثه اليومية بيقول عنه بياع مازوت طنبر، ولما بيكتب بالجريدة بيأول العيار على الحكومة لدرجة بتحس إنه رح يبعتوا له طنبر مازوت فوري. هلا أكيد بجوز يناولوا شي دفتر بونات، مثل ما بتعرف المازوت عملوا له بونات مثل ما عملوا قبل للسكر وللرز وزيت القلي، عملوا لهم بونات. كان السكر اللي بتشتريه بدون بونات اسمه سكر حر، والرز كمان. نعم بلادنا بلاد الحرية، حتى الرز بيلتقى منه على حر عنا. لا وبيطير بلمح البصر من السوق كمان مع انه غالي، وهون تنفلج من طبيعة البلد الاقتصادية. شعب وين ما دقيته بيرن، مثل طاسة الجن، بونات بتلاقي شغال وحر بتلاقي شغال. مشان هيك يمكن يكون الفرق بين الجيش الحر والجيش النظامي عنا هو انه الحر بلا بونات مو مدعوم، مع انه حتى الخبز عنا مدعوم. الدعم 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 معلم، كلمة منسية بسبب الحالة النفرية، بس يا ويلاه اذا بتتذكرها راح تشعر بالحنين لحضن الوطن فورا. ايام اللي كان حلم حياتك انك تكون مدعوم، تعيش ككائن مدعوم وتشتغل ككائن مدعوم. المدعوم كان شخصية من شخصيات المجتمع، ما عنده ميزات اخرى، فقط مدعوم، وهي يعني مثل المحظوظ في قصص الاطفال. وطبعا عنا اطفال مدعومين، الطفل عنا بيفهم بالقصة وبيتصرف على اساسه، بيعرف انه هو مدعوم، بيهدد الطلاب والانسة وبيحكي لرفقاته الاطافيل عن دعمه او داعم ابوه بالاحرى، بيضل بيقول بابا لحتى يودع رفقاته، وحتى لما بيودعون بيقول لهم بابا عفوا باي. يعني من الدولة حصرا، بس بعدين سمحت الدولة بداعمين آخرين، مثل ما لك شايف. يعني كان المدعوم من قبل لما يتخانق مع حدا يرقد ويصرخ هاتوا لي تليفون، وما كان في تليفونات وقتها غير عند كم سمان أو بقال. وكنت بعرف واحد هيك من أيام مراهقة الانسيابية بيرقد لعند السمان تحت وابل من الكفوف والطيارات والرفسات وهو عم يصرخ لك بس أعطوني تليفون. هكذا حدثنا الدمشق. كنتوا عم تسمعوا لقمان دركي بألف سردة وسردة عهوى راديو سوريالي.